بحلات المدارس اللي المشاكل اللي مصيرة تشبيه متورات وإسالة الأخلاق العامة طبعا تم الحد منه 90%. طبعا السرقات فضل رب العالمين، فضل أهل البلد وفضل الشباب اللي عم يشتغلوا، طبعا العدد اللي شغالين على الأمر هذا فوق 100. تم منع المتورات تشبيه المتورات طبعا بغرامات مالية وحجز وسجن. تم منع إطلاق النار 100% طبعا مع مخالفات رادعة ومع حجز السلاح 3 شهور.